السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشتغلوا على لو تام ديال لا سوليتود، الوحده. غادي نشوفوا اشنا هما الحجج اللي كيقنعونا بها الناس اللي كيبغيو يبقاو بوحدهم. يعني غادي نشوفوا في هذا الفيديو فقط الناس اللي متفقين مع لا سوليتود اشنا هما الحجج اللي كيدعموا بها الفكره ديالهم. في الفيديو المقبل غنعطيكم لي زارغومون ديال الطرف الاخر. ما يقبل دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره مع جميع الآباء والأمهات ديال المسلمين، ونبداو على بركة الله. أول حجة كيقدموا لنا: La solitude offre un espace propice à la réflexion profonde sur soi-même, ses pensées, ses émotions et ses aspirations. الوحدة أو تكون أنت بوحدك، هاد الفرصة هادي كتفتح لك المجال أنك تعمق في راسك، يعني تزيد تعرف راسك أكثر، ترتب الأفكار ديالك والمشاعر ديالك، وتزيد يعني تأمل في الحوايج اللي باغي دير. Cela peut conduire à un meilleur développement personnel et à une meilleure connaissance de soi. وهادشي هذا كيخليك ولا كيأدي بك انك يعني تطور من الشخص ديالك، وتزيد يعني تعرف راسك اكثر، يعني تولي عارف انت اشنو باغي ولاش كاين في هاد الوجود. الحجه الثانيه: être seul permet souvent de stimuler la créativité. يعني ملي كتكون بوحدك كتزيد هادشي هذا يخلق من ديك الفرص ديال الابداع، يعني كتقدر تبدع في شي حاجه. L'absence de distraction externe, يعني الغياب ديال دوك الحواجز الخارجية بنادم كيأثر عليك، مثلا انت كتبغي دير شي حاجة كيقول لك لا راه ما تقدرش عليها، فلان مثلا بغى يتعلم واحد اللغة وما كملش صعيبة وهادي، المهم كيفشلوك. هنا كيكونوا عندنا حواجز اللي هي خارجية، ملي كتكون بوحدك ما كيأثر عليك حتى شي واحد. Peut favoriser la concentration, ملي كتكون بوحدك هادشي هذا كيزيد يعزز داك التركيز ديالك sur des projets créatifs et la génération d'idées nouvelles. يعني على داكشي اللي باغي ندير، الاهداف ديالك كتكونسونطرا مع راسك. مثلا انا باغي نشد الباك هاد السنه هادي، او نجيب نقطه مزيانه في الامتحان الجاوي، خصني نبدا من هنا ونراجع كذا وما نضيعش هاد الوقت. وكتزيد يعني كتعرف الافكار وكتحدد، كتولي تخلق افكار جديده غادي تساعدك في داكشي اللي باغي دير. لا سوليتود انكوراج لانديبوندونس اي لا بريز دو ديسيزيون اوتونوم. ملي كتكون بوحدك هادشي هذا كيخليك انك تولي عندك واحد الاستقلاليه وتاخذ قراراتك لراسك بلا ضغوطات خارجيه، يعني كتولي مسؤول ما كتبقاش معول على الاخرين يعول. سو كي بو رفورسي لا كونفيونس او سوا اي لا كاباسيتي ا ريزودر دي بروبليم. هادشي هذا كيخليك يعني تطور من راسك وتلقى دائما حلول المشاكل ديالك الراس بلا ما يتدخل شي حد. Passer du temps seul peut être apaisant et réduire le stress en offrant un moment de calme pour se détendre. يعني ملي كتكون بوحدك يعني هادشي هذا كيخليك انك تنقص من الستريس ومن الضغوطات ديال الحياه اللي كتكون دايره بك، وكتعطيك فرصه انك تتكالم وتصمت عضلاتك. Après des périodes intenses d'interaction sociale, من بعد زعما واحد الوقت اللي دوزتيه وانت في علاقات اجتماعيه مع الناس وداكشي، مره مره خاصك تمشي تدخل لواحد البلاصه وتكونسونطرا مع راسك بلاصتك. لا سوليتود بو ات اسونسييل بور سو ريشارجي ايموشنيلمون اي مونطالمون. الوحده كتكون مفيده من بعد واحد المده ديال العلاقات الاجتماعيه باش تزيد يعني تشارجي راسك وتحيد الطاقه السلبيه من عندك والمشاعر ديالك، كلشي المهم تعاود تقاد راسك من جديد. On vous permet de retrouver votre énergie وتلقى يعني تخرج بواحد الطاقه اللي هي جديده، اي فوتر ايكيليبر وتلقى التوازن ديالك، يعني كتولي جالس وعارف اشنو باغي. هادو هما لي زارغومون اللي خاصين بهاد الفئه اللي متفقه مع الوحده. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنعطيكم الناس اللي معارضه وكتقول لك الانسان ما خاصوش يبقى بوحدو. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.